قال بعض العارفين: فناء المتحقق اشتغاله بالحق عن الخلق. المراقي العالية التي يطلبها العارفون إنما هي وليدة الحب الإلهي المتولد عن وثاقة التعلق بالحق. وفي كل مرحلة نلحظ اجتهادا من الصوفية والعارفين رضي الله عنهم في الوصول إليها، فإن الوصول لحقيقة الدين والتحقق ببعده الأخلاقي والغوص بعيدا في سبيل الوصول إلى جواهره في باطن بحره الخضم وعدم الوقوف عند الظواهر والرسوم، يجعلنا متحققين من أن الحب الإلهي ابتغاء الوصول إلى كنه المحبة الإلهية هو الدليل الوحيد في كل هذا، وهو المسلك الوحيد الذي يسلكه العارفون الذين سيقودهم هذا السفر إلى الفناء في محبوبهم الأسمى، وهو الحق سبحانه وتعالى، وهو الاسم الإلهي الذي فتن به كل العارفين حتى صيروه علما على الله سبحانه، واعتبروا هذا الاسم الشريف سيف الأولياء، لا يرون شيئا إلا ويصولون بهذا الاسم عليه، فيتجلى لهم صاحبه بمحو كل باطل، وقد كانوا يكثرون من ذكره حتى يتجلى لهم نوره فيمحو باطل الأنانية من قلوبهم، ويفتح بصائرهم بالخشية من عين الحق، فيشهدون الحق بالحق، فتراهم مع الحق آنسين به في أنفسهم وفي الآفاق. لذلك كان هذا الحب جسرا للفناء، لأنه لا يفنى هذا العارف إلا في محبوبه، إذ يدرك في حضرة الألوهية أنه قد فني عن صفاته البشرية وتماهى في الألوهية، فيتحول من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال. الشوق إلى الفناء هو الذي يجعل العارف يحس بأنه شعلة متأججة من نار العطش إلى الفناء في الله تعالى، لا على معنى فناء الذات الخاصة بالذات الإلهية، فهذا باطل، وأنه ما ثم إلا الله، وإنما على معنى غلبة المشهود على المشاهد، إنها منزلة التوحيد الخاص، وهي ألا يشهدك الحق إياك، أي ألا يطلعك على وجوده، بل يطلعك على وجود واحد ما عداه غير موجود، فتفنى أنت عن وجودك، وبالأحرى عن وجود كل موجود آخر سوى الله عز وجل، وتخرج عن جميعك. وفي هذا يقول الإمام مولانا أبو بكر الشبلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يتحقق العبد بالتوحيد حتى يستوحش من سره وحشة لظهور الحق عليه، هنالك لا يخطر بباله شيء آخر غير الحق، فالشواهد عن سره مصروفة والأعواض عن قلبه مطرودة، فلا شاهد يشهده ولا عوض يعبده ولا سر يطالعه ولا بر يلاحظه، وفي حقه عن حقه محجوب، وفي حظه عن حظه مسلوب، فلا نصيب له في نصيب، وهو مأسور في أوفر النصيب، والحق أوفر نصيب، ذلك أنه حينما يتصل الفاني بالباقي لا يبقى للفاني وجود، فلا يسمع ولا يرى سوى الله، فإذا بلغ هذا المقام فلا عجب أن يكون زمانه الديمومة ومكانه اللانهاية وسماؤه الهوية وشجرة منتهاه الأحدية. يقول الإمام مولانا أبو الحسن علي الششتري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن شئت أن ترقى فخلي الأكوان، افنى
وزد عشقا، يكن لك الشان، واتبع الحق، وادخل للميدان، تنال ما تطلب، على الكمال هم في هوى المحبوب ولا تبالي. الفناء هو المقام الذي تضمحل فيه أحوال السائرين، وتنعدم فيه مقامات السالكين، حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعنى هذا أن العبد يصل في الفناء إلى إنكار الذات أمام الخالق، ولذلك كان لابد من رفض الوجود الذاتي واعتباره عدما بجانب الوجود الحق، وهذا يعني إلغاء النفس وتلاشيها وفنائها في الحق، واعتبار الأغيار جميعا عدما بجانب وجوده وغيبة بجانب حضوره. وإنما يبلغ السالك هذه المرحلة من الفناء لأنه تعلق بالله تعالى تعلقا شديدا، صاحبه توجيه كل أجهزة استقباله، سواء أكانت عقلية مدركة أم حسية مستشعرة، إلى اتجاه الذات الإلهية، فلا يشعر المرء بنفسه ولا بشيء من لوازمها. فالفناء هو إماتة للنفس، بل إن إماتة النفس هي سبيل حصول الفناء في الدنيا، فلا يصل السالك إلى الفناء ومعه شيء من نفسه. فقد روى مولانا أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه خوطب في باطنه فقيل له: اترك نفسك وتعال. وقد قيل له: بمن نلت ما نلت؟ قال: انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها. إن مرحلة الفناء الكامل تعني وصول السالك إلى مرتبة شهود الحق بالحق. وقد حذر الإمام القشيري في رسالته من أن نتوهم ذهاب النفس وذهاب الخلق، فقال: وإذا قيل فني الإنسان عن نفسه وعن الخلق أجمعين غير حاس بنفسه وبالخلق لكمال اشتغاله بما هو أرفع من ذلك. يذكر الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي قدس الله سره سبع طبقات من الفناء. فأما الطبقة الأولى من الفناء فهي أن تفنى عن المخالفات، فلا تخطر ببالك، عصمة وحفظا إلهية. فهذه المرحلة الأولى في الفناء متينة الصلة بالعبادة وبالسلوك، فالاستقامة في السلوك أمر واجب. ثم هناك المرحلة الثانية من الفناء، وهي الفناء عن أفعال العباد بقيام الله على ذلك، بمعنى أن من بلغ هذا المستوى الأرقى من الفناء يرى الفعل لله من خلف حجب الأكوان التي هي محل ظهور الأفعال فيها. وأما المرحلة الثالثة من الفناء فتتجلى في الفناء عن صفات المخلوقين بقوله تعالى في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وكذا في جميع صفاته، فإن الحق أفناه عن رؤيته فناء حقيقة شهودية معلومة محققة لا يرجع بعد هذا الفناء حالا إلى حال يثبت أن له صفة محققة ليست عين الحق. وأما المرحلة الرابعة من الفناء فهي فناء العارف عن ذاته. وصاحب هذا النوع من الفناء قد يتجاوز دائرة الأشياء حوله، فيرى الأشياء ويرى معها عوالم أخرى تتجاوز نطاق الزمان والمكان معا، وهو ما يعني أن الفناء لا ينفصل عن المعرفة، وأن الشهود إنما يتحقق في الفناء.
والمرحلة الخامسة من الفناء هي الفناء عن كل العالم بشهود الحق. وشرط إمكان هذا الفناء هو أن لا يتحقق الفاني من شهوده هل شهد الحق أم شهد ذاته، لأنه لو علم المشهود في شهوده من هو لعلم أنه شاهد ما شاهد بعين الحق. فهذا النوع من الفناء قريب من النوع الرابع، غير أن عدم التحقق فيه دائر بين شهود الحق أو شهود الذات. أما السابق فدائر بين شهود الحق أو شهود كون من الأكوان. وأما النوع السادس من الفناء فهو أن يفنى عن كل ما سوى الله بالله ولا بد، ويفنى في هذا الفناء عن رؤيته، فلا يعلم أنه في حال شهود حق إذ لا عين مشهودة في هذا الحال. وأما النوع السابع من الفناء فهو الفناء عن صفات الحق ونسبها، وذلك لا يكون إلا بشهود ظهور العالم عن الحق لعين هذا الشخص لذات الحق ونفسه لا لأمر زائد يعقل. فإن هذا الفناء لا يكون إلا بأن يفنى العبد عن شهود الحق بصفاته، وإنما يشهده من حيث وجوده المطلق، فيفنيه هذا الشهود عن شهود الأسماء والصفات الإلهية التي هي مجال الحق في العالم. الفناء قمة التوحيد، فالفاني لا يرى غير الحق سبحانه وتعالى موجودا. سئل الإمام شيخ الطائفة مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الفناء فقال: الفناء استعجام كلك بأوصافه، واستعمال الكل منك بكليتك. فافنى عن الإحساس ترى عبر بالسر والمعنى، خفيت طي لأنني مني ستر علي.